السلام عليكم الأصدقاء، كيفية حالكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى تكونوا مزيان مع البرد. هذا الفيديو غادي نديرو على يوتيوب. دابا هذا يوتيوب اشتهر في العالم، قالك وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هاد الناس اللي كيتواصلوا هنايا ماشي كلهم الغرض ديالهم هو الاجتماع ولا المجتمع. كاينين واحد العدد ملايير ديال المستعملين ديال هاد يوتيوب، والأغلبية ديالهم كلهم باغيين هاديك الفليشات، ديك لادسينس. وخا هادوك اللي كيدخلوا كيديروا لك تما الدروس، كيقول لك اودي إلا بغيتي تربح 500 دولار في النهار ادخل عندي واشترك في القناة ودير الجرس ودير جيم، غادي نوريك كيفاش تربح 500 دولار في النهار بلا ما ندخلو داك المحتوى ديال هاد الناس اللي عندهم هاد الفيديوهات اللي كيعطيو الدروس. غادي نشوفو غير هاد 500 دولار في النهار، علاش ما يربحش هو هذا اللي كيدير هذا الدرس بلا ما يقول لك اشترك معايا ولا دير جيم ولا دير الناقوس. هو يقدر يمشي يربح هذيك الفليسات بلا ما يوري لنا حنايا كيفاش دابا غادي يدخلوا حنايا 500 دولار. اما المحتوى ديال داك الفيديو فغير الكذوب، كتلقى كينقز من هنا لهيه ويدير لك واحد الشاشة تما، وبهاديك بهاديك الفارة كينقز منها من لهيه الفوا بويسي يدير هنا ونقز من لهيه، ومنين تشوف داك الشي تلقى غير خو الخوي. أنا تبعتهم بزاف هادوك الناس ووصلت لواحد النتيجة أنهم غير ديبلوفر، غير شفارة وصافي كيتفلاو على عباد الله. بينما كاين فيديوهات اللي هي هادفة، ودابا هاد الناس اللي كيديرو الفيديوهات بحالنا حنايا عنده تليفون ولا عنده ان بي سي وباغي يدير قناة ويربح الفلوس، فين غادي نجيو حنايا مع هادوك اللي دايرين استوديوهات بالكاميرات تقنيات بحال تقول استوديو ديال السينما وصافي، تيصورو بتقنيات مختلفة وتيديرو مواضيع مهمة وهادي، فين غادي نبانو معاهم حنايا بهاد الاخر بهاد التليفون ديالك مرة خسران مرة عطلان. كيروجو كاينين اللي كيديروا غير التفاهات، لا كينشر غير الدعارة، كينشر مسائل عندها علاقة بالدعارة، علاقة بمواضيع تافهة وتيدخل عندو الناس. علاش؟ لأن دابا البشر ما هما هادو، كاينين الناس دير له موضوع من المواضيع الأكاديمية وتسطرلو دير الافكار ديالك وترتبها ودير الموضوع، دير له مقدمة ودير له الشرح ودير له الخاتمة ودير نفس هذا يكون عنده هو الوقت. خصو يشوف واحد الفيديو اللي فيه مثلا 2 دقائق ولا 3 دقائق، يتفرج على شي فضيحة ولا شي بوز صافي هادشي يدخلوا عندهم الناس. كاينين الناس اللي اميين كيديروا فيديوهات ديال البوز، عندهم آلاف ديال المشاركين وديال المشاهدات وتيتخلصوا الفلوس من يوتيوب. ما كاينش شي حاجة اللي كتشجع هاد الدومين هذا إلا ما عندكش الإمكانيات أولا، بحال هادوك دابا اللي كيديروا ديك الدروس نوريك كيفاش. كاينين تما الناس اللي كيشرحوا مثلا كيفاش كتعمل ديك البرامج ديال المونتاج وكيفاش
يستخدم في المونتاج ولكن الأغلبية يعني اللي عندهم المشاهدات والمشاركين أكثر هما اللي كيديروا التفاهات. أنا هذا الشيء اللي لقيت في اليوتيوب، ولا بغيتو ديروا بحالي ديروا القناة ديالكم ماشي مشكل، انشر فيها بحال اللي كتلعب. أول ما غادي تتعلم واحد العدد ديال الأشياء بحال المونتاج ودوك ديك التقنيات ديال السقشي مع شي وقطع هنا وزيد هنا ديرها في القناة ديالك وتفرج عليها غير بوحدك، تخليها ذكرى وتوثقها تما ودير التصاور ديالك، التصاور ديال وليداتك وديال الأنشطة ديالك ماشي مشكل. لا ما يتفرج فيها البشر، لا يفرجهم كاع، خليهم يمشيو عند هذيك اللي كدير البوز بديك كتعري راسها وكتقدم راسها وكتأخر ماشي مشكل. دابا هاد العالم كل شيء فيه حر، حتى اليوتيوب حر، دير فيه اللي زعما يشددوا لك تما تيقول لك الدين بالنسبة للأطفال وهادي واش فيها شي حاجة كتفوت الأطفال، واش هذيك اللي في إسبانيا هذاك الشيء مزيان للأطفال ولا هذوك خياتنا اللي كيستعرضوا العهد ديالهم وهذوك اللي كيديروا ديك الفلسفة الخاوية، زعما هذوك مزيانين بالنسبة لليوتيوب. ما كاين غير الكذوب، راه حتى اليوتيوب كيطلع تما واحد العدد ديال المسخ وما تيراقب ما والو، كيراقبوا غير هذوك. عرفت شكون اللي كيراقبوا غير هذوك اللي عندهم حقوق التأليف، بحال مثلا الموسيقى ولا تاخد شي صورة دايرين عليها الفيتو تاخدها غير ديرها في القناة ديالك يديروا لك الإنذار. أنا ديك المرة أول فيديو درت لواحد الموسيقى ديال واحد خينا هادي شبع الموت، ما عرف شحال هادي ملي مات، غير دازت يومين ما عندها حتى مشاهدة هاد الفيديو. شكون اللي شافو غير هادوك ذوي الحقوق؟ قال لك سيدي الموسيقى ديالنا دابا الفيديو اللي درتي ليه هذه الموسيقى راه ما غاديش تخلص عليه، غادي تخلصوا موالي للموسيقى. ياك سيدي الموسيقى ديالكم دابا ولات وما كاين حتى شي مشاهده، ما عرف كيفاش داروا شافوها. هذا الشيء كيحضيوه مزيان، اما هذيك العريانين وهذيك البسالات وهذيك الاخر كاع ما كيحضيوش، كتلقى الفيديو تحشم تتفرج فيه واخا بوحدك، وحرام اذا كان معاك ولدك ولا المرأة ولا كاع المرأة ولا العائلة ولا هادشي اللي كيحضر وصافي. فيديو درت ليهم موسيقى انا ما كنعرفش واش حد حقوق ولا شي حد كيحضر، والفيديو ما تشوفو حتى واحد ولكن كيحضر هذيك الموسيقى شافوها صافوا لي لافر الانذار، سيدي راه الموسيقى هادي راه الفيديو. سيدي ما انا ما باغيش نتخلص على هاد الفيديوهات، انا كنتعلم كنلعب في هاد اليوتيوب. هاد اليوتيوب خصني نلعب فيه ماشي اللي خصني يدير مسائل يتخلى على المبادئ ديالو يتخلى على الاصول ديالو باش يدير تفاهات. والله إلا مشكلة، هذا هو اليوتيوب شيء خطير. والسلام عليكم وإلى فرصة أخرى.